ينضم إلينا من جدة دكتور فهد صخيري المختص في قطاع الطاقة المتجددة. أهلا بك دكتور. لماذا اليوم الاهتمام المتزايد بالاستثمار الأخضر والديون النظيفة؟ أهلا وسهلا بكم. بطبيعة الحال الاستثمار في الطاقة المتجددة ليس وليد اللحظة. الاستثمار في الطاقة المتجددة بدأ في تسارع كبير في آخر 15 سنة. في المملكة العربية السعودية هناك خطة استراتيجية لزيادة حصة الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية. زيادة هذه النسبة تتطلب الكثير من التمويل والاستثمار في هذا المجال. بلا شك معظم المحطات التي ستنشأ في الطاقة المتجددة في المملكة ستكون محطات إنتاج للكهرباء مستقلة كما يسمى IPP. هذه المحطات ستكون من شركات عالمية، شركات ذات كفاءة في إنتاج في إنشاء محطات الطاقة المتجددة. بالتأكيد هناك شركة سعودية ضخمة دخلت في هذا المجال، شركة أكوا باور، وهي الشركة التي ستبني أكبر مشروع إن شاء الله في المملكة خلال السنتين القادمتين في سدير ب 1.5 جيجاوات. طبعا تمويل هذا المشروع يأتي من أكوا باور، من صندوق الاستثمارات العامة. هذا المشروع يعتبر الأضخم في المنطقة، وبتكلفة إنتاج كهرباء تعتبر الأقل على مستوى العالم. طبعا تمويل هذه المشاريع يأتي بتمويل إنشاء المشاريع، ثم تمويل دمج أو ربط هذه المشاريع بشبكات الكهرباء. نعم. كما قامت الشركة السعودية للكهرباء. دكتور، إلى أي مدى يكون الاستثمار في هذه الديون الخضراء أو يرفع هذا الاستثمار من تنافسية الشركات في المملكة؟ بالتأكيد إذا كان هناك مصادر تمويل مستدامة بالنسبة لمشاريع الطاقة المتجددة وربطها بالشبكات الكهربائية، هذا سينعكس على زيادة التنافسية بين الشركات المختلفة. ستدعو أيضا لتشجيع عدد من الشركات للدخول في هذا المجال، بحيث أن يكون هناك تمويل مستدام ويوجد مصادر تمويل مختلفة. الشركة السعودية للكهرباء اتفقت مع بنك اليابان. طبعا هناك عدة شركات ممكن تحصل على تمويل من بنوك عالمية أو حتى البنوك المحلية. هذه دعوة حتى للبنوك المحلية لتدخل في تمويل هذه المشاريع وربطها بالشبكات الكهربائية. دعنا نتحدث عن سهولة التمويلات. إذا كانت تمويلات خضراء، هل هذا يسهل على الشركة نوعا ما؟ بالتأكيد التمويلات الخضراء، التمويلات يعني التوجه العالم حاليا ليس فقط في التمويل، في عدة أمور لدعم هذه المشاريع، سواء من ناحية التمويل أو من نواحي أخرى، بسبب الحث على إيجاد وسيلة لتقليل نسبة الانبعاثات. دكتور، خليني أسألك أيضا عن أهمية المسؤولية المجتمعية في هذا الموضوع، أيضا الحصول على تمويلات خضراء بالنسبة للمسؤولية المجتمعية ورفع هذه المسؤولية المجتمعية للشركات حتى المدرجة والشركات الخاصة والعامة في السعودية، ماذا يعني؟ المسؤولية المجتمعية تقع على عاتق الكثير من الشركات أو حتى البنوك. يجب التفكير الآن بالنسبة في الطاقة المتجددة بشكل جدي. الطاقة المتجددة ليست فقط طاقة أو مصدر للطاقة ذو تكلفة منافسة للوقود الأحفوري. الطاقة المتجددة طاقة نظيفة، من الممكن أن تساهم في تقليل الانبعاثات، من الممكن أن تقوم بالحد من تأثير ثاني الأكسيد الكربون بشكل خاص في العالم. نعم. فهي تقع على عاتق الكثير من الشركات والبنوك
التي تعنى أو تهتم بالشأن وهو أيضا طبعا دكتور يتناسب مع رؤية المملكة 2030 يعني في هذا الاتجاه. دكتور فهد صخيري المختص في قطاع الطاقة المتجددة كنت معنا من جدة، شكرا جزيلا لك.